وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون Bahkan mereka mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang kafir Mekah. Berkata dia cuma membuat-buatnya saja. Artinya Muhammad hanya membuat-buat Al-Quran saja. Katakanlah jika aku membuat-buatnya. Maka hanya akulah yang memikul dosanya, azab sebagai akibat dari perbuatan itu, dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian lakukan, yaitu dosa tuduhan kalian yang mengecap diriku sebagai pembuat Al-Quran. Dan tidaklah bermanfaat kepada kalian nasihatku, jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, artinya berkehendak untuk membuat kalian sesat. Jawab syarat tersirat dari makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut adalah Ya Rob kalian dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabtais bima kanu yaf'alun واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا
حتى النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين yaitu Kanan, termasuk keluargaku, sedangkan engkau telah menjanjikan kepadaku akan menyelamatkan mereka. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, janji yang tidak akan diingkari. Dan engkaulah adalah hakim yang seadil-adilnya.